السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثال على فكرة الاوبن سورس. الاوبن سورس عبارة عن ايه؟ مصدر مفتوح، يعني البرنامج موجود وتقدر تطلع شفرة الكود بحيث ان انت تقدر تعمل زيه واحسن منه. على سبيل المثال ده مثلا XEO KIT Web Programming Toolkit for AEC Graphics، هنقول له مثلا run a demo. هو بيقول لك الميزة بتاعته قوته في الاكسابيلتي والفريدم، الحرية والمرونة. اي موديل بتلاقيه بتقدر ان انت تعمل زوم، تقدر ان انت فيو فيت، تقدر ان انت تاخد فيه سكاشن، تخفي عناصر بالشكل دوت، تقدر تشوفه من كل الاتجاهات. طيب انا عايز ابدا بقى اشوف شفرة الكود ديت. تمام، ممكن تقول له ديفلوبمنت ديفلوبر، تشوف دوكيومنتيشن، الاكزامبل، الاي بي اي ريفرنس، السورس كود، كل ده متاح بشكل قوي جدا. الاكواد المكتوبة اهوت، تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز مثلا اشوف ديت، فبيبدأ يجيب لك الحاجة، الامر نفسه، ويجيب لك في نفس الوقت الكود نفسه لو انت عايز ان انت تطلع عليه. تقول له مثلا عايز اشوف الفيور، عايز اشوف الايمج بلان، عايز اشوف كذا. كل الاكواد دي تدوس عليها، تقدر تاخدها وتتعلم منها، تطبق عليها. دي الاكواد اهي بتاعت الامر دوت. فدي قوية جدا لو حد عايز يتعلم البرمجة بالذات، يقدر ان هو يشوف الاكواد ويطلع على شفرة الكود وياخدها كوبي بيست ويشتغل بيها عادي، مفيش اي مشاكل خالص.